السلام عليكم، مساء الخير للجميع. الديار هذه عشق اكتشافه والاطلاع عليه وعلى معالمه وعلى شغله. هذه رمال عالج تسمى بالفصيح أو القديم. العرب ما كانوا يسمون النفود، كانوا يسمون رمال، زي رمال الدهناء، رمال الشقيق. هذه رمال عالج وتسمى الآن النفود الكبير، خزان رمال ضخم، لحظة هروب روعة. لكن المعلومة المهمة أنه يسمى قديما رمال عالج. شكرا للجميع. من أجمل المناطق وأوعره، لكنها جميلة، لكنها روعة روعة صد، شيء عجيب وغريب المناطق هذه. الغريب على هالمكان اللي احنا فيه هذا، زي الحزم او الجبل، يسمى ابرق او برق. المنحنى على ابرق رضعه، ابرق رضعه. هذا الان ارتفاعه 980 متر عن مستوى سطح البحر، وسمي ابرق رضعه. طبعا الابرق معروف، والحجر اللي جعله رمل، ورضعه مرة ماتت، يقال انها رضعت روحها من العطش، ويقال انها اسمه رضعه، الله اعلم، دفنت بالابرق هذا. ولكن المناطق هذه اللي بيكتشفه روعه، بس مو بالوقت ذا، عز الشتاء وتكون ممطوره، ارض مهلكه مره. هذا بوسط رمال عالج اللي هو النفود الكبير. وشكرا لكم. الجميل بالموضوع ذا هو الغروب. الغروب شيء، بدك تقعد تحط خشبك كذا وتوقف الشمس، تقعد تفرج، شيء عجيب وهدوء. باردة المنطقة زين هالوقت هذا، بدك تبرد، شيء عجيب. طبعا الرمال هذه مهلكة للي ما يعرف له، أو يجي بأوقات اللي غير جيدة، يعني ما ممطورة وبشتة وكذا. العام ربعت ربيع روعة، وحصلنا به نباتات لأول مرة أشوفه بالنفود هذا ذكرت، ولكن الحمد لله حصلنا به كثير من النباتات بأسماء علمية، ما عدا أشجار العربية اللي لقيناه بعد غياب سنين عنه ولا حد يعرفه، حصلناه احنا العام بالمنطقة هذه. شكرا للجميع.